إذا السلام عليكم المشاهدين الكرام، شكرا لقناة شوف تي في على الدعم ديالها وعلى المساعدة ديالها. أنا هشام بن يشو، الأخ ديال حمزة بن يشو، المتغيب عن المنزل البارح في 10 ديال الصباح، خرج من الدار وباقي ما رجعش، يعني تقريبا واحد المدة ديال 12 ساعة باقي ما رجعش، وهو متانس يعني ما كيخرجش من الدار. يعني إذا كان يتعطل بزاف بزاف، كيبقى تعطل 8 د العشية، 8 9 د الليل كيكون في الدار. البارح عملت 10 د الليل وباقي ما كاينش، تغيب نهار د الحد يعني البارح في 10 ديال الصباح، هو كان كروب وكان جالس وهود عند الام ديالي، قال لها الوالدة انا راه ماشي خدام. قالت له حمزه انتينا راه ما خدامش اليوم، راه الحد. قال لا عندنا شغل ضروري باش نمشيو نقضيوه ونجي في حالي. قالت له صافي الله يرضى عليك وليدي سير. صدق خرج الاخت ديالي كانت بايته معنا ديك الليله هذيك، هو خدام مع النسيب ديالي في الخياطه في المنطقه ديال برشيفه. يعني ملي جابت الهضره هيدا الام ديالي حمزه، قالت الاخت، قالت لها راه حمزه راه مشى الخدمه. قالت لهم زعما راه هما جالس اليوم ما خدامش. عيطنا للنسيب قال نحن ما خدامينش. صافي عملت 6 7 8 د الليل حتى 10 د الليل، باقي العائل ما جاش. هو في السن ديالو 25 سنه، يعني بدينا كنعملوا التحريات ديالنا وبدينا كنخرجوا كنسقسيو الولايه ديال الامن، كوميساريات، السبيطارات، ما خلينا رياضات، ما خلينا حتى شي بلاصه مشينا وشفنا فيها وما عنده حتى شي اثر. كوميساريه سونترال عملنا البحث ديالنا، دينا لاكارت ناسيونال ديالو، وعاد لاكارت ناسيونال ديالو ما معاهش، خلاه في الدار. وملي خرج دا في يدو السجاده ديال الصلاه، ودا في يدو القران الكريم والكرسي اللي كينزل عليه القران، والسوارز ضد الدار ديالو او سوارز ضد البيت ديالو ضد الماريو ديالو ما داهمش، يعني خلاهم في الدار. دابا الله يجازيكم بخير، اللي جبروا او لا شي واحد اللي عنده عليه شي علم يتواصل بالقناه ديال شوف تي في، او لا يتواصل بينا، او لا يتواصل اي مخفر حدا باش ان شاء الله يتوصلوا. راه الام ديالو راه كتبكي الدم، راه البارح مسكينه ما نعستش، انتوما كتعرفوا الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. راه الام ديالو والاب ديالو راه كبارين رجال، يعني مرا كبيره. دابا الله يجازيكم بخير، اللي شافوا ولا شي حاجه ولا تكون في شي ضره ديال الايمان يتواصل معنا باش نجبروا هذا الشاب هذا ونرجعوه للاهل ديالو سالمين. الله يرحم الوالدين ديالكم. هو عنده اضطرابات نفسيه، يعني كيعاني من مرض، يعني ماشي شي مرض مزمن، ولكن كيستعمل كيتعالج. يعني الولد عادي ترانكيلو، يعني كيجي للدار كيجلس كيشرب الدواء كي عادي كيجلس ترانكيلو، يعني ما في العائل ما عنده اصدقاء، ما عنده صحاب كيمشي عنده، ما كيمشي عند عائله، يعني كيبقى حدودي في البيت ديالو. في اي ساعه كشي كتمشي كتجبرو في البيت ديالو كجالس. الهوايه ديالو هو الرفق بالحيوانات، ما كاين شي حيوان مثلا اللي كيكون دايز محدا الزنقه كيشري له، مثلا بحال القطه كيشري لها لاباشكير، كيشري لها مرتضينه، كيشري لها بزاف ديال الحاجات. الطيور كذلك، يعني كيشري كيضيع كي 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 راسو وكيشري الماكله ديال الطيور والماكله ديال الحيوانات. كنهضر معاك كنقول له حمزه هادشي هذا بزاف اللي كتعمل، يعني على الاقل يعني اعطيهم واحد النسبه قليله وانتي تهلا في صحتك. كيقول لي لا انا هذيك هذاك رزقهم كياكلوا غير رزقهم، اذا ما عطيتهم شي انا ما كاينش اللي يعطيهم. البارح ما خلينا فيه، مشينا المرقاله، مشينا لاكاردتر، مشينا المحطه، مشينا اي بلاصه هو كيعجبو بلاصه تكون هادئه في البحر. انا قلنا ما ربانا نجبرو جالس، حيت مادام دم هذيك السجاده الا ولا يعني عول على يجلس عليها او يقرا شي حاجه قران او يجلس حدا الحيوانات. اللباس اللي كان لابس كان لابس الكاسادوره كحله بقب، يعني كحله قويه، وسروال ضد التراوزيس في الزرق، وفي يدو ميكا فيها المصحف الكريم، وفيها السجادة ديالو، وفيها الكرسي اللي كينزل عليها المصحف. دابا الله يرحم الوالدين ديالكم، اللي شافوا ولا شي حاجة يتواصل معنا. راه الوالد ديالو اقسم بالله ولا شافوا النعس، والله ولا شافوا النعس، راه البارح ليلة كاملة حتى الصباح وحنايا فايقين ليلة كاملة. دابا ملي مؤخرا ملي مشينا للكوميسارية، يعني غنضطر نعملوا الديكلاراسيون على الله يجبروه في شي بلاصة، ويكون بعدك الحمد لله ملي يكون عير معافي بالصحه ديالو. كنتمنى يكون عير معافي بالصحه ديالو. والقناه شوف تي في شكرا على المساعده، وكنرفع على تحيه النصر، وشكرا بزاف حيت دائما كتساعد الشباب والشابات على الايجاد ديال العائله ديالهم، وكنتمنى لهم التوفيق والله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين ديالكم.